السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هناخد بعض التعليقات وبعض الأخبار السريعة. هنبتدي مع النقد الرياضي علاء صادق على مباراة الأهلي والمقاولين والزمالك والإسماعيلي وهجوم مرتضى منصور على عماد النحاس والمقاولين ومطالبتهم لنادي المقاولين باللعب بشراسة وبغل كروي أمام الأهلي، الأسلوب اللي هم انتقدوه في نادي الجونة. هم كانوا انتقدوا أداء الجونة وقال لك مش بيلعبوا بس لأنه ما لهمش أهداف، وكان في غل كروي وكان في شراسة وكانوا على حد وصف خالد الغندور وصلت للحرب كمان. اللي بيطالبوا بيه أو اللي انتقدوه في أداء الجونة بيطالبوا بيه في أداء المقاولين، شيزوفرينيا. وبالنسبه لنا احنا كنادي اهلي وكنادي وطن ما يفرقش معاه لو المقاولين يلعب بكل طاقته وبكامل قوته. تعالوا نشوف الناقد الرياضي علاء صادق علق وقال ايه من خلال تدويناته على موقع التدوينات القصيره تويتر. علق علاء صادق وقال: الاعلام الابيض الفاسد هاجم الجونه بشراسه بسبب الاداء الجاد، واليوم يطالب لاعبي المقاولون بالاداء الشرس، ولا كلمه عن الاسماعيلي الذي استعد او استبعد احسن لاعبيه وروائح التفويت من الاسماعيلي للزمالك تزكم الانوف. ده وجهه نظر علاء صادق اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان محمود جابر والجهاز الفني لنادي الاسماعيلي استبعد افضل لاعبي نادي الاسماعيلي من مواجهه الزمالك القادمه. وباماره ايه يعني؟ وكان طلع امبارح وفي فيديو انا اتكلمت فيه ان سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بيطمئن جماهير نادي الزمالك بيقول لهم ما تقلقوش الدوري لسه في الملعب، نسبة الدوري 50-50، ده على أساس إنه يعني المباراة بتاع الإسماعيلي برضه إحنا ما تفرقش معانا. على فكرة كل جماهير مصر كلها هتتفرج على مباراة الأهلي والمقاولين، محدش هيبص لمباراة الزمالك والإسماعيلي، حتى الزملكاوية نفسهم مش هيشوفوا المباراة لأن هم عينيهم على مباراة الأهلي والمقاولين. الأهلي لو فاز على المقاولين هوب ملهاش أي قيمة مباراة الإسماعيلي. فمن هنا لحد بكرة هتلاقي هاشتاجات، زي ما هنا في هاشتاج موجود حاليا على موقع التدوينات القصيره تويتر اسمه عماد النحاس وتفويت مباراه المقاولين، يعني بيهاجموا فيه وبيطالبوا فيهم لاعبهم بتاع نادي الزمالك السابق اسمه ابراهيم صلاح اللي كان بيلعب في نادي الزمالك اللي ما حدش افتكره طول الموسم، وكلهم بيتكلموا وشد حيلك يا ابراهيم، عايزين نفتكرك بحاجه حلوه يا ابراهيم، ايه يا ابراهيم ما تلعب يا ابراهيم. ده الزملكاويه، وان شاء الله ربنا هيخزنهم بكره والنادي الاهلي هيكسب ان شاء الله. اما زي ما بقول لحضراتكم بالنسبه للاسماعيلي استبعد بامبو ومحمود دونجا ومحمود متولي، كل اللعيبه دي مش هتلعب قدام الزمالك، امال مين اللي هيلعب قدام الزمالك؟ بكره نشوف، ولو ان ما حدش هيتفرج يتفوت وما فيش ان شاء الله النادي الاهلي يكسب وينهي القصه دي. اما بالنسبه لقرار ايقاف محمود الجزار ويوسف اوباما لاعب نادي الزمالك ومحمود الجزار لاعب نادي وادي دجله بعد الخناقه اللي حصلت، فشيء بشع وهو علق عليها علاء صادق ومعاه حق، وانا بتفق معاه فيها ان احنا كلنا شفنا خناقه، مش واحد بيتخانق مع واحد، لا ده شويه من هنا على شويه من هنا وهوب. وقررت لجنه الحكام ايقاف لاعب من هنا ولاعب من هنا 3 مباريات وغرامه 5000 جنيه. طب بقيه اللعيبه؟ طب محمود علاء اللي عمل حركه مش عارف ايه ظروفها ايه مع الغرباوي؟ طب الواد الفر اللي بيلعب في شعره ده لما ضرب وعاوز يضرب ما حدش جه ناحيتهم خالص. المهم علق علاء صادق وقال: قررت لجنة المسابقات إيقاف يوسف أوباما ومحمود الجزار 3 مباريات وغرامة 5000 جنيه للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة فقط يا جبناء. بيقول هم دول بس، الاتنين دول بس يا جبناء، كل الخناقات والضرب بين لاعبي الزمالك والجونة بلا أي عقوبة، حكم جبان ومراقب جبان ولجنة مسابقات جبانة، لو الحادثة نفسها مع الأهلي كان وقفوا نصف فريق النادي الأهلي. ده وجهه نظر وتعليق علاء صادق على قرار لجنه المسابقات بايقاف محمود الجزار ويوسف اوباما 3 مباريات. وفعلا لو كنا شفنا القصه مع النادي الاهلي ده، هم ده بعض المواقع بتتكلم على ايقاف محمود الجزار واحمد ياسر ريان للانذار الثالث لانها عقوبه للنادي الاهلي، يعني على اساس ان هم اللي محمود الجزار واحمد ياسر ريان رايحين النادي الاهلي، فاحمد ياسر ريان المباراه القادمه مش هيشارك فيها، ومحمود الجزار 3 مباريات ومباراة وغرامة 5000 جنيه.
وبكده برضو يوسف هو مش هيلعب مباراة لا الاهلي ولا الاسماعيلي، وممكن مصر المقاصة في الكاس ما يلعبهاش او مش هيلعبها بشكل اكيد في المقاصة في الكاس يوسف اوباما. المهم علق على التفويض بقى والزمالك والاسماعيلي علاء صادق، قال لك الفضائح في قائمة الاسماعيلي تؤكد ان التفويض بلا خجل، استبعاد محمود متولي وبامبو ومحمود ومحمد صادق. يا سلام، استبعاد محمود متولي وبامبو ومحمد صادق كمان دونجن، ده مع محمد صادق لا موقوفين ولا مصابين من مباراة الزمالك، لو مش عار على الاسماعيلي بدء المباراة بتسع لاعبين قبل 24 ساعة من المباراة أعلنت النتيجة ولا إنذارات للزمالك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا وجهة نظر علاء صادق، يعني إيه لازمتها بقى؟ أنت مش هتلاعب لا متولي ولا بامبو ولا دونجا ولا صادق، ده يعني أربع لاعبين أساسيين من التشكيل الأساسي مش هيلعبوا، وبتاع ولا هتلعب كمان يعني ممكن هو لو دونجا بتاع ده دونجا معار من الزمالك ممكن يلعبوه عشان يفوت، يبقى العملية سهلة. علاء صادق بيقول لهم هنا طب وليه ما تبدأ المباراة بتسع لاعبين مش 11 لاعب يعني؟ وتوقع النتيجة، قال لك فوز الزمالك، لا النتيجة معلنة، جابوهم الكنترول، نتيجة معلنة، قال لك ما فوز الزمالك وما فيش انذارات للزمالك ولا اي حاجة على نادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يخذلهم والاهلي يعني ينهي القصة بدري بدري. اما الناقد الرياضي الاستاذ اسامة السويسي اللي بيكتب في مجلة النادي الاهلي علق على مباراة الاهلي والمقاولين، واتكلم زي ما كلنا اتكلمنا وجماهير النادي الاهلي والاهلاوية كلهم اتكلموا على موضوع مباراة المقاولين العرب، ان مباراة لها اهمية قصوى، وزي ما قلت حضراتكم في الفيديو السابق يمكن كلام مرتضى منصور وهجومه على المقاولين وعماد النحاس دي دفعة قوية للاعيبة النادي الاهلي عشان تحسم المباراة من البداية وبدري بدري، ومن يستناش بقى للدقيقة 90 ونقول مباراة القمة تنهي او المباراة القمة ما تنهيش، لا الكلام ده مش محتاجينه او ما ينفعش. علق اسامة السويسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر وقال رسالتي إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولين، تذكروا 90 دقيقة تساوي كفاح أطول موسم في التاريخ. ده مش بس أطول موسم، يعني 90 دقيقة اللي هي مباراة الزمالك والمقاولين دي مش بس يعني كفاح موسم، لا ده حروب موسم ضد الخطيب وضد مجلس إدارة النادي الأهلي وضد كيان النادي الأهلي كله، سواء من حكام سواء من منافسين سواء من اتحاد كرة مستقيم، ربنا يعني معاه، ربنا معانا يعني، ربنا سبحانه وتعالى لازم كل اللعيبه دي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده بطوله الدوري دي بالنسبه للاهلاويه اهم بكتير من بطولات كتير خدناها في الدوري، لانها جايه في ظل موسم صعب وقاسي على جماهير النادي الاهلي، على مجلس اداره النادي الاهلي، على لاعبي النادي الاهلي، من تحالفات من تركي آل الشيخ مع مرتضى منصور مع هانا بوريدا، مع ضغوط، مع لعب يعني مواسم متلاحمه، مع لعب كل 72 ساعة، مع وقوف المنافس انه يقول لك لازم مش لاعب غير لما تلعب مؤجلات، والنادي الاهلي يلعب رغم وجود اصابات وصلت في حد في وقت من الاوقات ل 15 و16 لاعب، لدرجة انهم الاعلام في بعض الاوقات اطلقوا على مصابين النادي الاهلي، يعني مستشفى النادي الاهلي، والنادي الاهلي محتاج مستشفى جنب ملعب التتش على طول بسبب كثرة الاصابات. كثرة الاصابات دي جت نتيجة الاجهاد وضغط المباريات، لما عامر حسين نطلب منه تأجيل مباراة يقول لك أنا مش مسؤول، تصرفوا، تصرف إزاي يا عم عامر حسين؟ يقول لك الجدول مضغوط ومش عاوزين نأجل مباراة، وفي الأول في الآخر الجدول يتأجل لما بعد أمم أفريقيا، ويطلع واحد يقول لك مين اللي أجل الدوري اللي بعد أمم أفريقيا، ويهاجموا الاتحاد اللي هو كان واقف جنبهم بناء على طلب مرتضى منصور، هم إعلام الزمالك يقول لك كان نفسنا الدوري ينتهي قبل أمم أفريقيا، وبضرة النافعة زي ما بيقول. المهم علق وكمل أسامة السويسي وقال تذكروا إن 90 دقيقة تساوي كفاح أطول موسم في التاريخ، شهد أبشع حملة تحالف لخطف الدرع من الجزيرة، كل التوفيق، كافح الدوري أهلاوي إن شاء الله بأمر الله، الدوري أهلاوي ده اللي احنا بنطالب بيه جماهير النادي الأهلي ولاعبي، إن جماهير النادي الأهلي تفضل ورا لاعبيها، وإن شاء الله لاعبي النادي الأهلي تكون على قدر المسؤولية وتنهي الدوري إن شاء الله بكرة. بمناسبة انتهاء الدوري، احنا لسه هننهي الدوري يوم 28 والدوريات الكبرى التوب 5 زي ما بيقول، وهيبداوا الشهر الجاي على طول، في اول الشهر الجاي قال لك الدوري الانجليزي هيبدا يوم 8 اغسطس، والدوري الفرنسي يوم 10 اغسطس، والدوري الالماني 16 اغسطس، والدوري الاسباني 18 اغسطس، والدوري الايطالي 24 اغسطس، واحنا بقى الدوري المصري يا عالم كانوا بيقولوا انه هيبدا يوم 19 سبتمبر، والله اعلم لسه ما حدش عارف الدنيا رايحه فين. اتمنى التوفيق بكره للنادي الاهلي
ونغض الطرف خالص عن الكلام اللي بيحصل وعن مباراة الزمالك والاسماعيلي يفوت وما يفوتوش، مش مهم الكورة او ان شاء الله الدوري بتاع النادي الاهلي بتوفيق، مع التوفيق ربنا، بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بجهد وتعب لاعبي النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله.